طبعا بيكي واحد من ون اوف ذا بيست كونسبتس في الكويت بلش از ان انتربرينور سبيريت بلش فروزن يوغرت. احنا في الكويت 800 فروزن يوغرت يمكن انا بيرسونالي اي نو 7 بيبل ذات اوبن ذا فروزن يوغرت كونسبت وسكروا. ليش؟ لان ما عرفوا يطورون ويبون شنو الماركت ماي درينك. This is a psychological concept. يعني حتى في أحد المدن في بريطانيا كان في بوتشر. يعني هذا مساكم الله بالخير. اليوم جربنا كويت فود تور، جولة سياحية مع ناس متخصصين في المطاعم. قد جربناها في نيويورك وفي باريس بس ما قد مرت علينا في الخليج كله. صراحة حبيت الحركة هذه منهم في الكويت، مو بس يعطونك مطاعم، يعطونك معلومات عن الأماكن وتاريخها والترند اللي صاير ومنين جاي وأصحابها منه. مرة مرة ممتع له. حطينا 5 محطات. المحطة الأولى في مطعم عشان نجرب بيست أبيتايزر، وبعدين برجر، وبعدين بيتزا، وبعدين كافي، وبعدها يحطون لك وقفة في بازار أو سوق تمشى فيه، تسويها قبل لا تروح القهوة على رغبتك. مرة حبيت ترتيبها. كمية المعلومات اللي خذيتها مرة حلوة. سيارة جديدة، الناس كويتيين لهم في الشغلة، ثقافيين جدا في المجال. توني بادي وأعجبوني أوردي من ناحية المستوى، الثقافة اللي ملمين فيه، وسيارة جديدة واهتمام واضح بالتفاصيل. على كثر ما جربت أنشطة في الكويت وزيارات كثيرة، هذا الشيء جاذبني حاليا وشكلي بكرره أكثر من مرة. أحلى شيء إنك تجربك كتغيير، وقيمة اللي يأخذونها منك على الأكل هذا تطلع تقريبا هي قيمة الأكل. وأنت طالع تجربة للفودي زاد اللي يحبون الأشياء هذه، ومطاعم الكويت من كثرها تحيرك، فهذا اللي يدلونك. وصلنا محطتنا الثانية بعد ما جربنا البيتايزر، كان جدا اختيار موفق، وننتظر الكورس الجاي. صراحة خوش تور، تعطينا فكرة عن أفضل المطاعم وأفضل الأكلات في كل مكان. يعطيك العافية. خلصنا المحطة الثالثة وهي عبارة عن بيتزا جدا جدا جميلة، وبالتجهيد المحطة الرابعة.
يعطيهم العافية كويت فود تور، ودوني أماكن وأنا عايش في الكويت 30 سنة ما شفتها. جد يستحقون أنكم تروحون وياهم. خلونا نزور هالجاليري في بيت قديم على البحر، ما شاء الله صراحة جميل جميل.